إذن حياكم الله من جديد وكل من ينضم لمتابعتنا من خلال هذه الدقائق المتبقية من برنامج الحدث. وصلنا بكم إلى فقرة أخرى من فقرات برنامج الحدث، وضيف الحدث سنسلط الضوء فيه بكل تأكيد على الإنجاز التاريخي الذي حققه لاعب منتخبنا الوطني للتايكواندو البطل مهند بن توفيق البلوشي، وذلك بعد حصوله على الميدالية البرونزية في بطولة آسيا للناشئين في وزن 41 كيلو، وهي أول ميدالية في تاريخ سلطنة عمان في هذه البطولة، وأيضا تفاصيل مختلفة إن شاء الله تعالى سنفصلها من خلال تواجد ضيوفنا وتواجد الأبطال هنا في استوديو برنامج الحدث. دعوني باسمي واسمكم أرحب بالكابتن عادل بن خليفة الوهيبي مدرب منتخبنا الوطني للتايكواندو. نرحب بك يا كابتن ويسعد مساك بكل خير. الله يحييك. الله عليك. يا مرحبا فيك. مساك فرح وإنجاز أيضا تستحقوا هذا الإنجاز شاكي. بكل تأكيد. أول شيء حابين نشكركم على هذه الاستضافة الجميلة منكم. نعم. والحمد لله على كل حال، يعني إنجزنا هذا الإنجاز، فخر للسلطنة. نعم، وهذا يحسب لكم بلا شك. وأيضا بطلنا المهند متواجد معنا اليوم في استوديو برنامج الحدث. المهند حياك وسهلا. الله يحييك. أنت كاشخ تراك باللبس والأحمر ما شاء الله عليك. مشكور. يعني خلاص هيئة بطل أنت اليوم. كيف كانت البطولة؟ نبدأ مباشرة معك، كيف كانت الاستعدادات قبل أن نروح للبطولة؟ كيف صراحة استعديت؟ أول شيء شكرا على الاستضافة، وثانيا هذا الإنجاز أوجهه لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظ الله ورعاه، وأوجه هذا الإنجاز إلى وزير الرياضة السيد اليزن. يا سلام عليك. أول شيء الحمد لله أنجزنا هذا الإنجاز، أول إنجاز في تاريخ السلطنة من سبق قيادة المدرب المنتخب الوطني عادل وهيبي، ماصر عادل وهيبي هو هذا المدرب، وتحت إشراف مدربين ثانيين، الماصر محمد محروقي، هذا اللي خلف الكواليس، يعني هم اللي كانوا حتى يساعدونا. ما شاء الله عليك. ماصر محمد المحروقي وكوتش علي الهاشمي وعمي علي المسكري. زين، استعداداتنا كانت الخطة أصلا هي موجودة من سنتين. استعداداتنا كانت من سنتين، وكان عندنا تمرين لمدة قبل ثلاث شهور، كان عندنا تمرين. نعم. مكثف صباح ومساء والليل، كان تمرين قوي وما كان عندنا راحة إلا يوم واحد في الأسبوع هو يوم الجمعة. والحمد لله قدرنا ننجز، وهذا أول إنجاز يسجل في تاريخ السلطنة. ما شاء الله. كم عمرك أنت مهند؟ 14 سنة. 14 سنة. صف كم؟ صف تاسع. ما شاء الله عليه. يعني أنا أشوف طريقة كلامه، الثقة بالنفس، الحضور، ما شاء الله عليه. أتوقع أنه هذه الرياضة كابتن عادل يعني هي من تسقل هؤلاء اللاعبين، هي من تزرع فيهم القيادية، نقول الثقة بالنفس وغيرها، أيضا من يعني الطباع نقول المهمة والمميزة في مثل هذه الرياضات. مختصر الرياضة التايكواندو هي أولا دفاع عن النفس. نعم. واللعبة احترامية. ولازم نعلمهم الثقة في النفس. نعم. من واحدة من الأشياء المهمة. نعم. عندنا حضور مميز بالنسبة للمهند وأقرانه أيضا من اللاعبين في منتخبنا الوطني في بطولة تعتبر على مستوى التايكواندو هي البطولة الأبرز على مستوى دولي. كيف يعني تتجهزوا لمثل هذه يعني البطولات نقول الدولية على مستوى معنوي أو حتى على مستوى تدريب؟ والله تجهيز البطولة كان مدتها سنتين. كان عندنا تجهزته خلال سنتين متكاملة. سنتين هذه الخطة نحن البطولة. ما شاء الله عليكم. رحنا معسكر خارجي وفي الإمارات، وكنا في معسكر في السلطنة. نفس الشيء نفس الوقت عندنا تمرين فترتين في اليوم. الصبح والمساء. نعم. والحمد رب العالمين على هذا الإنجاز. نعم. إذن المشاهد يعني أكيد متشوق بكل تأكيد لمعرفة تفاصيل هذا الحدث وتفاصيل هذا الإنجاز. نتابع أيها الأحبة من خلال القراءة في هذا التقرير، ومن ثم لنا عودة لتفاصيل مختلفة مع ضيوفنا في برنامج الحدث. في إنجاز تاريخي للرياضة العمانية في فئة الناشئين، منح لاعب المنتخب الوطني للتايكواندو المهند بن توفيق البلوشي سلطنة عمان أول ميدالية في تاريخها بعد أن كتب اسمه بأحرف من نور وتوج بالميدالية البرونزية في بطولة آسيا للناشئين للتايكواندو في وزن 41 كيلوغرام في البطولة التي أقيمت في فيتنام وسط مشاركة أكثر من 350 لاعباً يمثلون 35 دولة.
ذو 14 ربيعا حقق البرونز في البطولة الآسيوية بعد أن كان رقما صعبا في المنافسات بفضل مهارته وأدائه البدني المتميز. المهند نجم عماني قادم امتلك الإصرار والتحدي والطموح وحمل الوطن بين يديه معاهدا على الإنجاز والتألق في رياضة التايكواندو، وأكد عهده في أكثر من مرة حاصدا العديد من الإنجازات بعد أن توج ببرونزية بطولة العرب مطلع هذا العام وذهبية بطولة الحسن الدولية المفتوحة. إذن نفخر ونفاخر بأمثال هؤلاء الأبطال، هؤلاء الشباب كأمثال المهند البلوشي بطلنا لهذا اليوم، وأيضا رفقة مدربه الكابتن عادل بن خليفة الوهيبي. مهند، يعني أتوقع أنت بدأت في عمر صغير مجال التايكواندو، كيف كانت بدايتك في هذا الرياضة؟ صراحة أول شيء بدايتي كانت من 4 سنين. أربع سنين دخلت الرياضة؟ أيوة دخلت الرياضة. بداية ما حبيتها. ليش ما حبيتها؟ بداية بس ما حبيتها، بعدين بعد فترة لحد ما تتأقلم مع أيوة. الجو، لأن أول مرة تدخل شيء إضرابة وكذا. بعدين أبوي حفزني وأمي حفزتني أني أكمل في الرياضة، والحمد لله كملت لحد اليوم إن شاء الله. الحمد لله كان حلمي أني أوصل لبطولة مثل بطولة آسيا وبطولة العالم. بطولة العالم ما توفقنا فيها بسبب مشاكل، كان عندنا مشكلة في الفيزا من زين، عشان كذاك ما قدرنا نروح، والحمد لله رحنا بطولة آسيا وانجزت الحمد لله. أهم شيء أنك ما تضاربهم في المدرسة يعني. لا لا، أمورك طيبة. أيوه. يعني البطولة العالمية مثل ما ذكر مهند فاتت عليكم. أيوة راحت علينا بطولة العالم. يعني مثل هذه البطولات على مستوى عالمي وكأس عالمي مهم، يعني ما كان بالنسبة لكم في الحسبان هذا الأمور اللوجستية تخلصوها قبل؟ لا، موجودة معنا في الحسبان البطولة، يعني نحن مفكرين في بطولة العالم بعد ما نرجع راح نروح المعسكر ونذهب إلى بطولة آسيا. بس على حسب الظروف الاتحاد في بطولة العالم أخروا أن يطلعون الفيز. يعني شاءت الظروف أنكم ما تحضروا هذه البطولة وكذا، وكنتوا جاهزين على كل. نعم، بعد ما صرنا ما قدرنا نحضر نظرة البطولة. نعم، سيدة توجهنا إلى معسكر في الإمارات. جميل، يعني يعني للتحضير لهذه البطولة الدولية في فيتنام. اي نعم، كانت يعني كأنها معسكر بالنسبة لكم في الإمارات. اي نعم. جميل جدا، وأيضا لتفاصيل وحديث آخر عبر اتصال مرئي مباشر يتواجد معنا الأستاذ حمزة بن علي عيدروس نائب رئيس اللجنة العمانية ليحدثنا أيضا عن هذا الإنجاز وتفاصيل مهمة ومختلفة. نرحب بك أستاذ حمزة عبر برنامج الحدث، نبارك هذا الإنجاز لشبابنا الأبطال في هذه البطولة الدولية، وأيضا نقول للتاريخ هذا الإنجاز كأول يعني ميدالية تحقق في مثل هذه البطولات العالمية. مساك الله بالخير، امسي عليك. تسمعني استاذ حمزه؟ البطل المهند البلوشي، وعلى اسمعك معك، هل تسمعني؟ واضح الصوت. ايوه، السلام عليكم. يبدو ان هناك خلل. نعم. ايوه، مساء الخير. نعم. مساء الخير. نعم. ايوه، مساء الخير. سنعود لك تباعا كابتن حمزة لتحدثنا عن تفاصيل هذا الموضوع وهذا الإنجاز. واحد أيضا من الكباتن في اللجنة العمانية يعني دائما يحثكم ودفعة معنوية مميزة بالنسبة لكم كابتن حمزة، أستاذ حمزة. يعني أم حمزة الدوسري هو واحد من أعضاء اللجنة، نائب رئيس اللجنة العمانية للتايكواندو. يعني نقدر كل الشكر والتقدير للجنة العمانية للتايكواندو كوقوفهم معنا كدعم المنتخب مشاركات البطولات الخارجية. نعم، سنحاول تباعا إن شاء الله تعالى للحديث مع أستاذ حمزة. مهند، يعني أنت تجهزت لهذه البطولة، كنت تتوقع أن تحصل على ميدالية في هذه البطولة؟ صراحة ما في حد يتوقع، أول شيء كل واحد يدعي ربه، أول شيء أني أحصل ميدالية، وكانت النية أني أوصل لأي ميدالية، أول شيء عشان تسجل التاريخ، بعد إن شاء الله نطمح للذهبية. نعم، خاصة أن في 53 دولة تقريبا شاركت. أيوة. مهند 35
35 35 دولة شاركت في مختلف الفئات العمرية. تقريبا تقول كل آسيا شاركت. من أعظم البطولة أو أعظم اسمه أعظم الفرق اللي شاركت هي إيران وكوريا وتايلند، هذا الأقوى شيء، أقوى الناس اللي شاركوا في البطولة. في واحد في وزن 41 كيلوغرام بالنسبة لكم أنتم كفئة، ها؟ تنافستوا في على وزن 41 كيلوغرام. أيوه. في أيوه. هذه الفئة بالنفس. أيوة. فئة الناشئين. أيوة. فئة الناشئين. أيوة. كم دولة اللي نافستك أنت كمهند؟ أنا لعبت صراحة بحسب الرانك، كل واحد ورانكه. إنزين، فأنا كنت حاصل على الرانك الرابع، فطلعت باي أول مباراة إني ألعب مع منتخب الفيتنام، منتخب هو اللي المستضيف البطولة. إنزين، لعبت معه أول مباراة وفزت ووصلت نصف النهائي. يعني أيوة كذا وصلت لنصف النهائي وخسرت قدام بطل أوزبكستان اللي حصل ميدالية الفضية. اليوم مثل هذا المنتخبات كابتن عادل، فيتنام أوزباكستان وتايلند وكلها أيضا، هذه المنتخبات صارت تنافس بشكل كبير، ويمكن تكون من المؤسسين أيضا المهمين والبارزين في هذه رياضة التايكوندو، فيحسب أيضا للمهند أن يتنافس مع هؤلاء الدول أو مع هؤلاء الأبطال في هذه الدول. هي نعم، مهند البلوشي هو ما أول إنجاز له في هذه البطولة. نعم. هو عنده قبل بطولات تجي بطولات مصنفة. جميل. G1 G2 هو كان دخل بطولة الحسن بطولة جي 1 وحصل على نقاط، حصل الذهبية، ودخل بطولة فجيرة حصل على البرونزية، حصل نقاط، ارتفع الرنك عنده. ممتاز، وهذا أيضا ما سنتابعه من خلال الأستاذ حمزة نائب رئيس اللجنة العمانية. من جديد نرحب بك أستاذ حمزة، وكنت أسألك عن هذا الإنجاز، واحد من الإنجازات المهمة التي تسجل في سلطنتنا الحبيبة، تواجد مثل هؤلاء النجوم في مثل هذه التظاهرات العالمية. مساء الخير، أمسي عليك بالخير وأمسي على البطل المهند البلوشي وعلى المدرب الوطني عادل وهيبي. طبعا نحن اليوم فخورون بما أنجزه المهند، وهذه هي بداية يا مهند إن شاء الله بمزيد من الإنجازات. أنت اليوم حققت ميدالية برونزية على مستوى آسيا، اليوم نطمح إلى تحقيق ميدالية ذهبية. نعم. في بطولة آسيوية وفي بطولات عالمية كذلك، فهذه بداية يا مهند إن شاء الله. ومستر عادل، مدرب عادل، عليكم دور كبير، مدربين الوطنيين وكذلك الشباب، مساعدين المدربين، وبإذن الله مزيد من الإنجازات. نعم أستاذ حمزة، قبل هذا الاتصال تحدثنا مع ضيوفنا عن مثل هذه البطولات وأهميتها، وأيضا بطولة كأس العالم واحدة من البطولات الكبيرة، يمكن واحدة من هذه البطولات فاتتنا خلال السنوات الماضية. كيف أو يعني نقول اللجنة، ما هو دور اللجنة العمانية في تهيئة كل هذه الظروف والأمور اللوجستية والاستعدادات الخاصة للاعبين في مثل هذه البطولات العالمية؟ طبعا اليوم نحن علينا دور كبير، شركاء مع الأندية في المشاركة في هذه البطولات، كذلك الاستعداد من خلال الدورات التدريبية. في شهر 6 كان من المفترض مشاركة الشباب في بطولة العالم، ولكن بسبب بعض الإجراءات لم نستطع أن يشارك الشباب في هذه البطولة، ولكن بإذن الله خلال البطولات القادمة راح إن شاء الله نشارك من خلال إعداد مبكر لهذه البطولات، من خلال الإعداد الجيد كذلك هذه البطولات إن شاء الله. الشباب المدربين قائمين بدور كبير، ونحن إن شاء الله مساهمين، وبإذن الله نحقق المزيد من الإنجازات بإذن الله تعالى بيد، من أجل أيضا صقل مثل هؤلاء الأبطال كأمثال مهند وغيرها أيضا من الشباب العماني الواعد. كل الشكر لك أستاذ حمزة بن علي عيدروس نائب رئيس اللجنة العمانية، كنت معنا عبر اتصال مرئي. أعود لك مهند، ما هو القادم بالنسبة لك إن شاء الله تعالى؟ صراحة كل واحد له حلم، أنا حلمي أول حلم أني يعني أحلم وأنا صغير
أنه أوصل لأولمبياد 2028 في لوس أنجلوس أني أحصل ميدالية الذهبية. الله عليك. ومن غير من الأحلام في بطولة الشباب السنة اللي جاية أنا راح أدخل الشباب فئة الشباب. ممتاز. حلمي أنه هو أحصل الميدالية الذهبية في بطولة آسيا وبطولة العالم اللي بتكون في 2024 ومن البطولات الثانية اللي حصل ميدالية الذهبية. لكن فئة الشباب ترى بتكون أصعب. أيوه بتكون أصعب. وزن أكبر راح يكون. أيوه. أول وزن راح يكون. مستعد لهذا المهمة يعني؟ أيوه إن شاء الله. لهذا الخطوة. إن شاء الله. ما شاء الله عليك يعني مهند يعني أنا يعني بث فينا روح الأمل والتفاؤل بحضوره بتواجده بثقته بنفسه ويعني مثل هذه البطولات هي تصقل مثل هؤلاء اللاعبين في مثل هذه الفئات العمرية القادم بالنسبة لكم كابتن ما هو الاستعدادات أيضا في البطولات الأخرى احنا الحمد لله نحاطين خطة واضحة للجميع اللاعبين لإنجاز هذه البطولات عندنا إن شاء الله عندنا بطولة الأولمبياد 2024 للسينيور علينا الحين إن شاء الله احنا جالسين في المقار استعداد لها نعم ان شاء الله نعم في المسار الصحيح من اجل الصقل مثلها ما هي بالنسبه الخطوه الخاصه بالنسبه للمهند مثلا هل هناك خطه من اجل تطوير هذا اللاعب من اجل صقل هذا اللاعب بشكل اكبر هي نعم فينا عندنا خطه للمهند والباقي اللاعبين اللي ما حالفهم الحظ ما انه خسروا نعم. وخلاص خارج نعم. المنتخب لا الجميع ان شاء الله راح بث روح الأمل فيهم هي نعم. نعم إن شاء الله راح نكون معسكر نعم. خارج السلطنة إن شاء الله بإذن الله تعالى أتمنى لكم كل التوفيق كل الشكر لك كابتن عادل بن خليفة الوهيبي مدرب منتخبنا الوطني للتايكواندو إن شاء الله نلقاك إن شاء الله في مناسبة قادمة وتكونوا متوجين بالذهب إن شاء الله كل الشكر لك كابتن وايضا كل الشكر للمهند بن توفيق البلوشي المتوج ببرونزيه اسيا في فئه الناشئين في وزن 41 كيلوغرام نشكرك مهند نتمنى لك ان شاء الله تعالى كل التوفيق في حياتك الدراسيه وايضا في حياتك في هذه الرياضه ان شاء الله قبل ما تنهي حاب اني اوجه شكر للطاقم الاداري لاكاديميه مجان التايكواندو من الاداره ماستر توفيق البلوشي هو أبوي إنزين هو مدير الأكاديمية ونفس الشيء رئيس الأكاديمية الثاني عمي علي المسكري ووجه شكر للطاقم التدريبي في الأكاديمية مؤسس عادل الوهيبي مدرب أكاديمية مجان ومدرب المنتخب الوطني ومؤسس محمد المحروقي مدرب أكاديمية مجان ومؤسس علي الهاشمي مدرب أكاديمية مجان حاب إني أشكر أصدقائي اللي ساعدوني من يعني من البداية أولهم كابتن عبد الرحمن السعدي كابتن أكاديمية مجان التايكواندو ومن أصدقائي الثانيين اللي ساعدوني المعتصم المسكري ومنها محمد الحجري وحافظ المسكري وعمر السناني هم هذول اللي راحوا هم يتابعوك أكيد الحين أكيد أيوه نتمنى لك التوفيق يا مهند ونتمنى الدعم من الجهات المختصة نعم. وهذا أيضا الميدالية راح تكون محتفظ فيها بكل تأكيد في ذاكرة بطولاتك مهند إن شاء الله تعالى وتكبر على بطولات وإنجازات قادمة إن شاء الله, إن شاء الله تعالى إذن كل الشكر لضيوفنا الكرام مجددا ونذهب بكم فيما تبقى من وقت في ذاكرة المونديال والحديث عن 28 من أكتوبر لعام 1993 انتهت مباراة السعودية وإيران بفوز الأخضر السعودي بنتيجة 4-3 لتتزعم السعودية جدول المرحلة النهائية برصيد 7 نقاط وتصعد لكأس العالم لأول مرة في تاريخ ليكون الأخضر على موعد مع التاريخ والمشاركة في كأس العالم والتي أقيمت في نسختها في الولايات المتحدة وهذا تذكير بمشوار الأخضر